من اخترع الصفر وكيف؟ على الرغم من أن الناس يفهمون دائما معنى لا شيء أو عدم امتلاك شيء، إلا أن معنى الصفر نسبيا يعد شيء جديد. تطور مفهوم الصفر حوالي القرن الخامس قبل الميلاد في الهند. قبل ذلك كافح علماء الرياضيات لأداء أبسط العمليات الحسابية. اليوم الصفر سواء كان رمزا أو عددا أو حتى كمفهوم لغياب أي كمية يسمح لنا بأداء حساب التفاضل والتكامل والمعدلات المعقدة، وسمح لنا باختراع الحاسوب أيضا. وقال بيتر جوبيتس أمين مؤسسة زيرواو إرغانديا إن الصفر الهندي أو العددي ينظر إليه من قبل نطاق واسع على أنه أحد أكبر الابتكارات في تاريخ البشرية. هو حجر الأساس في الرياضيات والفيزياء الحديثة، بالإضافة إلى أنه عجلة التنمية للتكنولوجيا. وتعد مؤسسة زيروارو غانديا أو مشروع الصفر الذي تتخذ من هولندا مقرا لها من المؤسسات الرائدة في البحث عن أصول العدد صفر. قال الدكتور أنيت فاندير هوك منسق البحوث في مشروع الصفر: الصفر كعنصر بديل استحدث بشكل مستقل في الحضارات حول العالم. حصل البابليون على نظامهم العددي من السومريين، وهم أول من طور نظام العد منذ 4000 إلى 5000 سنة، حيث كانت قيمة الرمز تعتمد على مركزه مقارنة بالرموز الأخرى. يقول روبرت كابلان مؤلف كتاب لا شيء: التاريخ الطبيعي للصفر، إن سلف الصفر قد يكون زوج من أوتاد الزاوية مستخدمة لتمثيل خانة عدد فارغ. ويعد تشارلز سيف مؤسس الصفر سيرة فكرة خطيرة. كتاب اسمه فكرة خطيرة. فكرة أن أوتاد الزاوية مثلث مثلت سلفا للصفر أو مثلت سلفا للصفر. مر نظام السومريين عبر الإمبراطورية الأكاديمية إلى البابليين منذ حوالي 300 قبل الميلاد. يوافق كابلان أن هناك رمز ينوب عن الصفر، طريقة تفريق العشرة من المئة أو الإشارة عليه في العدد 2.025. لا يوجد عدد في خانة المئات في البداية. ترك البابليون مساحة فارغة في نظامهم الرقمي المسماري، ولكن عندما أصبح الأمر مربكا أضافوا رمزا، وهما وتدان بزاوية مزدوجة لتمثيل الخانة الفارغة. لكن رغم كل ذلك لم يطوروا مفهوم الصفر كرقم. على بعد 1100 ميل من البابليين، ونقصد بها الأمريكيتين، وبعد حوالي 600 عام استحدثت حضارة المايا الصفر سنة 350 قبل الميلاد، واستخدموها كدلالة في وضع نظام تقويمهم. على الرغم من كونهم علماء رياضيات ذوي مهارات عالية، إلا أن المايا لم يستخدموا الصفر في المعادلات. يصف كابلان اختراع المايا الصفر بأنه المثال الأكثر وضوحا لابتكار الصفر من العدم. الهند عندما أصبح الصفر رقما. يؤكد بعض العلماء أن مفهوم الصفر عند البابليون وصل بطريقة ما إلى الهند، ولكن الآخرين بما في ذلك أصحاب مشروع الصفر أعطوا الهنود الائتمان لتطوير العدد الصفر بشكل مستقل. وقال جوبيتس: نرى الكثير من السوابق الثقافية في الهند التي تجعل من المعقول جدا أن الصفر كرقم رياضي قد أنشئ هناك. وأضاف: يفترض مشروع الصفر أن الصفر كرقم سمي بشونيا في اللغة السنسكريتية، قد نشأ عن فلسفة الفراغ المعاصرة أو شونياتا. ويدير جوبيتس منظمة تتكون من أكاديميين وطلاب شهادات عليا متكرسة لدراسة تطور الصفر في الهند. وعلى سياق متصل قال فاندير هوك أنه إذا كانت العوامل السلفية الفلسفية والثقافية التي وجدت في الهند هامة لتطوير الصفر كمفهوم رياضي، فهذا يفسر سبب عدم وصول الحضارات الأخرى إلى ذات النتيجة. ظهر مفهوم الصفر لأول مرة في الهند سنة 458 وفقا لكتاب قمة الطاووس: جذور غير أوروبية للرياضيات، للدكتور جورج غريفجس جوزيف. ويقترح جوزيف أن الكلمة السنسكريتية للصفر شونيا، التي تعني الخلاء أو الفراغ، والمشتقة من الكلمة لتدل على التطور، إلى جانب التعريف المبكر ريغ فيدا، وهو القلة أو النقص. وبذلك تكون
شونتياتا، شونتياتا هو اشتقاق التعريفيين، وهو مذهب بوذي يعني الفراغ بأمبتينس، أو إفراغ العقل من الانطباعات والأفكار. وقال فاندر هوك: نعتقد أن تطور الأعداد واستخدامها في المعادلات الرياضية أتى من هذه الفلسفة. نحن نبحث عن رابط بين الفلسفة الهندية والرياضيات. وقال جوبيتس: تم تعريف الصفر وكيفية استخدامه لأول مرة عن طريق الفلكي الهندوسي وعالم الرياضيات براهما جوبتا في 628، وقد طور رمزا للصفر نقطة تحت الأرقام. وأضاف: حتى براهما جوبتا لا يدعي اختراع الصفر، مما يجعلنا نفترض أنه كان موجودا لبعض الوقت. وطور العالم ذاته معدلات رياضية معدلات رياضية باستخدام الصفر، وكتب قواعد للوصول إلى الصفر من خلال الجمع والطرح ونتائج استخدام الصفر في المعادلات. تم اعتبار الصفر عددا كفكرة ورمز في آن واحد. إن اختراع الصفر العددي يعتبر جزءا مهما من الهوية الهندية، ويتم تدريسه في المدارس ويحتفل به علنا وفقا لما ذكره فاندر هوك. من الشرق الأوسط إلى وول ستريت، على مدى القرون القليلة اللاحقة لاستحداث مفهوم الصفر كعدد في الهند، وصلت الفكرة إلى الصين والشرق الأوسط. وفقا لنيلز بيرتل والين من يال جلوبال، بحلول سنة 773 قبل الميلاد وصل الصفر بغداد، حيث أصبح جزءا من نظام الأرقام العربية التي تعتمد بدورها على النظام الهندي. واقترح عالم الرياضيات الفارسي محمد بن موسى الخوارزمي أنه ينبغي استخدام دائرة صغيرة في الحسابات إذا لم يظهر أي عدد في خانة العشرات، ودعا العرب هذه الدائرة صفر أو فارغة. كان الصفر بالغ الأهمية بالنسبة للخوارزمي، فقد استخدمه لاحقا لاختراع الجبر في القرن التاسع. كما طور الخوارزمي طريقة سريعة لضرب الأعداد وتقسيمها، والتي تعرف بالخوارزميات نسبة إلى اسمه. وجدت الصفر طريقها إلى أوروبا من خلال الغزو المغربي لإسبانيا، وطوره عالم الرياضيات الإيطالي فيبوناتشي، الذي استخدمها للقيام بالمعادلات دون لوح الحساب أو المعداد، وهي الأداة الأكثر انتشارا للقيام بالحساب آنذاك. وكان هذا التطور يحظى بشعبية كبيرة بين التجار الذين استخدموا معادلات فيبوناتشي التي تحتوي على الصفر لتحقيق التوازن بين حساباتهم. وقال فاندر هوك أن الزعماء الدينيين في العصور الوسطى في أوروبا لم يؤيدوا استخدام الصفر، ورأوا أنه شيطانية الله موجود في كل شيء خلق ماضيا، وما لم يخلق في الماضي فهو من الشيطان. يشير والين إلى أن الحكومة الإيطالية كانت متشككة بالأرقام العربية وحظرت استخدام الصفر، ولكن استمر التجار في استخدامه بشكل غير قانوني وسري، والكلمة العربية للصفر جلبت كلمة أخرى صفر الشفرات، والتي تأتي بمعنى رمز سري أو كود. وبحلول سنة 1600 استخدم الصفر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، وكان أساسيا في نظام الإحداثيات الديكارتية لريني ديكارت ولحسابات التفاضل والتكامل، ووضعت بشكل مستقل من قبل السير إسحاق نيوتن وغوتفريد ويلهام ليبنيت. ومهد حساب التفاضل والتكامل الطريق للفيزياء والهندسة وأجهزة الكمبيوتر والكثير من النظرية المالية والاقتصادية. وقال جوبيتس: مفهوم الفراغ هو الآن محور الفيزياء الحديثة، حيث ينظر إلى الكون المعروف بأكمله على أنه مجموع صفري بين أمور أخرى. وقد ظهر الصفر كمفهوم وعدد مستوردا من الهند بطرق مختلفة. وقال جوبيتس: ومن الطبيعي أن ينتشر الصفر بشكل كبير جدا بعد إدراك دوره وفائدته في حياة كل شخص وفي تأثيره على العالم ككل. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الذي يسرد التاريخ الحقيقي وراء الصفر كعدد وكاختراع، سواء في الهندسة أو في الجبر. إلى هنا أحبائي، دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.